مرحبا بحضراتكم. والفقرة الأولى واللي هنتكلم فيها بقى بشكل تفصيلي وكل الكواليس والنقاط الفنية والاستعدادات والجماهير وكل حاجة، وحتى الطقس هنتكلم فيه هناك عامل إيه في المغرب عشان نطمن حضراتكم بكل التفاصيل. خلاص يومين بيفصلونا عن مباراة في غاية الأهمية، وهي بطولة، يعني هي مباراة بطولة بحد ذاتها. عايزين نطمن على الأهلي، عايزين نطمن عن جاهزيتنا، عن اللعيبة، عن كل ما يهم حضراتكم خاص بالنادي الأهلي. كل ده مع ضيفنا العزيز جدا واللي منورنا النهارده في 10 الصبح في الاهلي والفقره الاولى، كابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق. بونجور كابتن احمد، نورنا. صباح الخير. صباح الخير كريم. اهلا بيك. صباح الخير على جميع النادي الاهلي ومحب النادي الاهلي. اهلا بحضرتك، سعداء كالعاده بوجودك معانا. وعايزين بقى نفتح معاك ملفات كتير كلها طبعا تحت نفس المظله، اللي هي مشاركه النادي الاهلي للمره الثامنه في تاريخه وللمره الثالثه على التوالي في منافسات كاس العالم للانديه. رؤيتك للمشاركة دي، هل شايف ان هي ممكن تكون مختلفة عن المرات اللي فاتت؟ هل ممكن تكون اصعب من المرات اللي فاتت؟ شايف الموضوع ازاي؟ والله بص، احنا انا من وجهة نظري ان كاس العالم للاندية احنا بنروحها يعني تتويج على تعبك في بطولة افريقيا. بتتعب في بطولة افريقيا بتوصل، مفروض احنا عارفين ان الظروف البطولة اللي فاتت وصلنا المباراة النهائية والجواب اللي حظنا حصل فيه ولعبنا المباراة على ملعب الخصم وخسرنا المباراة. وانا شايف ان اي فرقه بتوصل نهائي افريقيا يعني زي تعتبر بطل افريقيا، فالحمد لله برضو يعني ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، عشان تعبك ده برضو جه حظنا ان البطوله تعمل في المغرب والنادي الاهلي يروح البطوله، وده حقك اللي هو المفروض كان من الاول ان لو مباراه على ملعب او محايد كنا ممكن نكسب ونبقى احنا بطل افريقيا. البطوله دي بتبقى محببه اولا لجماهير النادي الاهلي من زمان، من اول ما اتعملت جماهير النادي الاهلي بتحب البطوله دي قوي، بتحب المباريات بتاعتها، بتستمتع بيها. بتلاقي كل الناس في وقت من الاوقات كانت بتنزل تتفرج عليها، في وقت كان بتعمل في اليابان تبقى بدري الناس تنزل تتفرج عليها في اي مكان، وظهر فيها نجوم كبار جدا، والنادي الاهلي ابتدى يوصل. هو طبعا في العالميه من زمان، بس مع كاس العالم للانديه اسم النادي الاهلي تردد كتير جدا بعد البطوله، وبدانا دلوقتي يعني النادي الاهلي من اكتر الانديه اللي لعبت مباريات في كاس العالم للانديه. وتم المشاركه دي حاجه كبيره جدا، انديه كبيره، انديه كبيره ما وصلتش ولعبتش العدد ده اولا من المباريات، ثانيا من المشاركات، فدي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. انديه كبيره وعالميه ما عندهاش كم البطولات ولا الجوائز اللي عندنا اصلا، اكيد اللي هي التتويج الافريقي، التتويج اللي هو العالمي يعني. بالظبط. نروح بقى كده للنسخه دي واللي لينا واللي علينا. احنا اولا قبل ما نروح عاملين شغل حلو جدا محليا، وخارجين بروح معنويه رائعه جدا، وده بيأثر بشكل كبير على اللعيبه وعلى الجماهير كمان وثقتهم. فانت اول حاجه رايح بثقه كبيره جدا وقافل ملف الدوري بشكل كمان محترم. تاني حاجه انت رايح على دوله المغرب اللي هي اصلا زي ما بتنشر اشقاء وغيره، بس انت عندك دعم كده وهاشتاج كان معمول، وطبعا انت الاهلي بتمثل مصر، فانت في ظهرك جماهير حتى اللي مش مصريه ومش اهلاويه، فكم تشجيع اكثر من رائع. رايح بسكواد اكثر كمان من جاهز، السكواد كله كويس فنيا، جاهز، ما كانش فيه ضغوطات الفتره اللي فاتت في الماتشات، عندك مدير فني لحد دلوقتي مقدم شغل محترم، ما خسرش مباراه واحده مع النادي الاهلي. فطبعا معاك بعثه بقياده كابتن محمود الخطيب، معاك دعم كبير جدا، فكل الاجواء تبشر كده ان ربما السنه دي والموسم ده الاهلي يعمل ما هو افضل من فكرة هنا البرونز، صح كده ولا لا؟ طب انت قلتي كل الكلام كده، المفروض اقول انا اقول ايه؟ انا اقول ايه؟ انت قلتي على نادي اتاكدوا اول شيء. انا كل الكلام اللي انا المفروض اقوله ده، انا بقيت خبيره والله. طبعا لا فعلا مهم جدا الروح المعنويه فعلا، اللي اللعيبه طلع بعد مكسب المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك ونتيجه كبيره جدا واداء ولا اروع، بعديها كمان كسبت مباراه البنك 1-0. الحاجه الحلوه ان السكواد اللي معاكي ناس كتيره شاركت، ومبقاش عندك قلق ان مين يقعد ومين يلعب ومين غايب دلوقتي. مفيش مشكله خالص، احنا شفنا مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك، خط دفاع النادي الاهلي اذا كان ياسر ابراهيم، اذا كان محمد عبد المنعم، اذا كان محمود متولي، اول انا 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 كان عندي قلق كبير جدا قبل مباراه الزمالك لما شفت دفاع النادي الاهلي مفوش، لكن بصراحه خالد عبد الفتاح الصفقه اللي انا خالد انا مرنته في سموحه، كان لسه طالع ولعب معايا مع كابتن حمد نصير طبعا المدير الفني، لعب باك يمين، كان خامه مبشره، لكن ان هو يظهر بالشكل ده في اول مباراه اهلي والزمالك انا ما كنتش متوقع كده بصراحه، مع رامي ربيعه اللي هو رامي اللي كل شويه رامي يثبت لنا ان هو
كل ما ترميه في النار تلاقيه يجري وينجح ويبقى كويسه جدا. صح. دلوقتي مبقاش عندنا قلق في اي حاجه. نتكلم على نص الملعب، اذا كان حمدي موجود، حمدي فتحي، السوليه، ديانج، ومعاهم مروان دلوقتي، مروان عطيه الصفقه برضو انا شايف من وجهه نظري صفقه حلوه جدا. دلوقتي ما عندناش مشكله، كل مركز فيه اتنين لعيبه، اي حد موجود فيهم ما عندناش قلق خالص. النجاح يرجع للاعب ولا يرجع للمدير أول الفني؟ اولا لا ينجح اولا لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا، ان هو يجيب للمدير الفني كل الصفقات الناجحه. انا كمدير فني برضو، مستر كولر جاي السنه دي ما يعرفش كل اللعيبه في الدوري المصري، فمين اللي بيجيب له الحكام؟ اتكلم على مجلس الاداره مع الجهاز ده، كابتن سيد عبد الحفيظ وسامي وكابتن سامي قمصان برضو موجودين، واكيد بياخدوا رايهم في الصفقات دي. فكل ده نتاج عمل كبير جدا لمجلس الاداره. مجلس الاداره عمل تيم سكواد من اعلى الفرق الموجوده دلوقتي، فما عندناش قلق. بس القلق بقى في اللي جاي. ليه؟ المشاكل اللي بتحصل لنا كل موسم، احنا بنلعب دوري دلوقتي اللعيبه مرتاحه، بتلعب عدد مباريات سهل، لكن لما تيجي تلعب كاس عالم الانديه هترجع دوري مضغوط مع بطوله افريقيا. فلازم اللعيبه اولا اللي بتلعب واللعيبه ما بتلعبش لازم كله يكون مركز، لان هيبدا في تدوير في اللعيبه، لان ممكن تلعب في ماتش في افريقيا ترجع طبعا. تلاقي ماتش في الدوري. فهو ده اللي كان عندنا عامل لنا مشكله المواسم السابقه في الموسمين اللي فاتوا. بس انا هرجع من هنا اقول كان في قرار مهم جدا جدا جدا، كنا موجودين هنا في حلقه نقول من اربع خمس شهور كده قبل الموسم، وقلت القرار من اهم القرارات اللي اتعملت وده خلى شكل فرقه النادي الاهلي السنه دي، قرار مجلس اداره ان اللعيبه الكبار يرتاحوا. القرار ده مهم جدا جدا جدا، سيبك من الصفقات اللي جت ولا لا، القرار ده هو اللي موصل اداء النادي الاهلي بالشكل ده، لان فعلا اللعيبه الكبار ارتاحت، ادائهم دلوقتي ما شاء الله. لو اتكلمنا على اي حد فيهم شكل مختلف تماما عن الموسم اللي صح. فات. اللي جاي صعب، بعد ما ترجع تلعب بطوله افريقيا، ترجع من كاس العالم انديه الدوري مضغوط، هيحاولوا يلعبوا المباراه المؤجله نفس المواضيع اللي قابلنا بقى سنتين. بس في حديث مهم جدا كابتن سيد عبد الحفيظ من ثلاث ايام بالسفر، قال لك بطوله الدوري العام السنه دي هي الاهم بالنسبه لنا. ليه؟ الموسم اللي فاتت انت بتحقق بطوله افريقيا، بطوله قاريه، بتوصل ثالث عالم، تيجي تخسر الدوري الجمهور زعلان. طبعا صح. غريبه جدا. صح صحيح. فخلاص بقى انا خلاص عايز، طيب خلاص يبقى نلعب على الدوري وناخد والكاس وبطوله افريقيا بقى خلاص ما ركزتش فيها ما عشان الناس ترتاح. لكن يا جماعه لا، بطوله افريقيا دي بطوله قاريه، حاجه كبيره جدا. أيوة فان طبعا. شاء الله نقدر نلعب في ثلاث الاتجاهات، اذا كانت بطوله افريقيا كاس العالم للانديه الاول، بطوله افريقيا، الدوري العام، وكاس مصر ان شاء الله اللي احنا قريبين في مباراه النهائيه مع بيراميدز ان شاء الله. كده كده اكيد للحديث بقيه، بس استاذن حضرتك ناخد بس المكالمه دي، وهي مكالمه مهمه عشان هنطمن من خلالها طبعا. على اللي بيحصل في المغرب. معانا لايف فيو من المغرب وزميلنا العزيز كريم احمد، كواليس بقى بعثه النادي الاهلي قبل انطلاق مشاركاته في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. كريم صباح الفل عليك، اهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. انا مش هسالك، انا هسمعك انا ونهود وكابتن احمد، وهاتي ما عندك اتفضل. تحياتي ليك طبعا زميلي العزيز كريم، وكل التحيه لزميلتي العزيزه نهواندو، وايضا كمان كابتننا الكابتن احمد عبد الفتاح. يعني الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب جدا جدا هنا في فندق الاقامه، والترتيبات يمكن اتكلمنا عليها في اليوم الاول، لكن زي ما اكدنا وقلنا التدريب الاول الحقيقه هيكون ليه مردود كبير وهيدينا رساله كبيره جدا، والحقيقه ده اللي حصل. يعني امبارح كان التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على ملعب صينيه الرمل، جديه كبيره جدا وحماس وتركيز كبير من لعيبه النادي الاهلي، الكل الحقيقه كان على اعلى مستوى في هذا التدريب، مدينا رساله كبيره جدا جدا الحقيقه. يمكن شفنا امبارح بعض الفقرات البدنيه، لكن مركزين احنا في فقرات الكره، فقرات الكره كانت مهمه جدا، لان يمكن مستر كولر حاول ان هو بتدريب الامس يعمل اكتر من فقره تدريبيه فيها كروسات، فيها شوتنج على المرمى، فيها ايضا كرات ثابته في نهايه المران. وبالنسبه للكرات الثابته الحقيقه كان في تالق كبير جدا لاكثر من لاعب الحقيقه، دي بتدينا الاشاره ان في تركيز كبير جدا في التدريب الاول. التدريب الاول مهم، بيديك انطباع، بيزود من تركيزك بشكل كبير. كمان وجود الكابتن محمود الخطيب كالعاده الحقيقه، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، يعني تحركاته البسيطه في الملعب، سلامه مع لاعبي النادي الاهلي، وقوفه بعض مع بعض اللاعبين تحفزهم، يعني مش قادر اقول لك بيكون ليها مردود كبير جدا جدا عند لعيبه النادي الاهلي، وبتزود الرغبه والتركيز المتواجد كالعاده طبعا مع لاعبي النادي الاهلي. فالحقيقه يعني التدريب انتهى، كانت اكتر من 50 دقيقه امبارح في تدريب فريق النادي الاهلي، طمنا على كل اللعيبه، لان طبعا انتوا عارفين
في عدد من اللعيبه ما كانتش مشاركه طبعا في اخر مباراه بطوله الدوري العام، لكن شفناها في التدريبات، شفناها بشكل قوي جدا، ادت جرعه تدريبيه كامله. فيا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي على مدار الايام القادمه حتى موعد المباراه. والانطلاقه مهمه، انطلاقه اوكلاند سيتي زي ما قلنا هتفتح لنا المجال وهتفتح لنا الطريق، فيعتبر اصعب مباراه في هذه البطوله، محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه تحضير فني زي ما اكدنا وقلنا على مستر كولر اللي بيقوم بكل الخطوات. الراجل بيركز في كل صغيره وكبيره كالعاده، من هايلايتس، من ثغرات، من وقوف على طبعا كل نقاط القوه والضعف. الراجل بيحاول يعمل كل السيناريوهات المتواجده في المباراه مع طبعا في من خلال التدريبات. لكن برضو النقطه اللي يمكن المؤثره بشكل كبير جدا هو الطقس. الطقس الحقيقه في صعوبه كبيره جدا جدا هنا في المغرب، بتشوف يعني فصول السنه الاربعاء الحقيقه، يعني الصباح هتلاقي امطار وسيول وعواصف كبيره جدا، 12 ظهرا واحده ظهرا يعني الشمس بتبدا تطلع شويه، لكن بالليل الحقيقه الامر بيكون صعب. وبالليل ده هو طبعا موعد المباراه، يعني احنا بنعمل ان شاء الله بمشيئه الله 8 مساء هنا بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره موعد المباراه، يكون الجو يعني اهدى شويه، ما يبقاش فيه رياح عشان ما تاثرش بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي. الامور الحمد لله طيبه، التركيز موجود، المحاضرات الفنيه موجوده. عايز ارجع كمان امس للجنه المنظمه طبعا الخاصه بها الفيفا اللي عقدت اكثر من اجتماع امس الحقيقه مع الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري واللجنه المنظمه، طبعا شرح كبير جدا للرولز الخاصه بالفيفا، تعليمات خاصه بلاعبي النادي الاهلي، الامور الطبيه الحقيقه اللي كان مشارك فيها رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله، ترتيبات كالعاده. وخلاص دخلنا بقى في الجد، النهارده هو تدريب الثاني لفريق النادي الاهلي كالعاده على ملعب صينيه الرمل في الثانيه 10 ظهرا بتوقيت المغرب، ساعه 60 دقيقه يكون التدريب، ومنها ايضا غدا بمشيئه الله يكون على نفس الملعب، ثم تتوجه بقى بعثه فريق النادي الاهلي الى طنجة للمبيت في فندق اقامه مختلف طبعا عن هذا الفندق، لان الفندق هيكون قريب جدا من ملعب ابن بطوطه في طنجة ليستقبل مباراه الاهلي واوكلاند سيتي. دعوات جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي ودعواتكم يا رب، وان شاء الله التوفيق يكون مع لاعبي النادي الاهلي في البدايه باذن الله. جميل جدا، تغطيه اكثر من رائعه. يمكن يا كريم انت من كتر ما انت بتبقى جاهز وعامل لنا تغطيه كامله ما بتديناش مساحه كمان يبقى في نواقص، لكن هروح معاك كده لامور يمكن شويه بسيطه لكن اكيد تهم جماهير النادي الاهلي. بدايه احنا اتكلمنا عن طبعا الاستقبال الحافل والتواجد الموجود من طبعا سفرنا بالمغرب والقنصل كمان، وفكره هنا الاستقبال مش بس من الجماهير بتاعه النادي الاهلي لا كمان الجماهير المغربيه الجميله والناس اللي جايه من كل انحاء العالم. كلمنا بقى عن المباراة وكلمنا عن الاستاد والتذاكر حتى الآن والتواجد والتغطية الإعلامية والصحفية كيف تتحدث عن مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، كلمنا عن الحفل بتاع الافتتاح لو عندك تفاصيل أكتر، خلينا نعرف منك رؤية عن هذه الأمور. يعني طبعا الجانب الخاص بالجمهور المغربي او اشقائنا المغاربه الحقيقه يعني حب كبير جدا للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا، لان احنا شفنا يعني الكل بيقابل وبيحاول يلتقط بعض الصور التذكاريه، بنتحرك في الشوارع من فندق الاقامه الى الملعب طبعا ملعب التدريب، بنلاقي علامات النصر وبنلاقي التحفيز وبنلاقي يعني بعض الجماهير الحقيقه بتآزر النادي الاهلي بشكل كبير جدا. والمباراه الافتتاحيه بالنسبه للتذاكر يعني من ثاني يوم الحقيقه طرحت فيها التذاكر، نفذت التذاكر بالكامل، وده واضح ان هيكون في اهتمام كبير. انت عارفه زميلتي الهواند المباراه الافتتاحيه بتدي رساله كبيره جدا طبعا للتنظيم وللدوله بشكل عام طبعا هنا في المغرب. يمكن شكرنا ويمكن ان شاء الله بنتمنى طبعا المغرب يمكن تغطي تغطيه ممتازه كالعاده وتعمل كاس عالم كالعاده مميز جدا، لكن الحقيقه الاستقبال رائع، الاهتمام الكبير جدا بالنادي الاهلي ده امر مهم، وقلنا القيمه الكبيره للنادي الاهلي هي دي اللي بتفرض طبعا اسلوبه على اي حد بنكون متواجدين في اي بلد، فده امر مهم جدا. بنامل ان شاء الله باذن الله الاداء الكبير جدا اللي مع لعيبه النادي الاهلي والتركيز الاكبر من الجهاز الاداري والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، كل خطوه الحقيقه ما حدش بيعدي نقطه، لان الامور الاداريه اما بتنتهي تركيزنا بيبقى كبير جدا في 90 دقيقه بناملها ما تزيدش عن كده، احنا مش عايزين نخش باذن الله في اكسترا تايم او في ايضا كمان ضربات جزاء، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه تكون مركزه بشكل كبير جدا جدا في هذه المباراه. التغطيه الاعلاميه يعني منذ وصولنا الحقيقه مطار طنجه يعني اقدر اقول لك عدد كبير جدا من القنوات الرياضيه والمواقع الصحفيه كانت مهتمه جدا ان هي تكون في استقبال للنادي الاهلي. الكل يمكن بيتكلم على النادي الاهلي، وكان ناس كتير قالت لك النادي الاهلي مش بعيد ياخد البطوله بقيمته الكبيره، ثلاثه برونزيات ورا بعض، ثلاثه طبعا مشاركات ورا بعض، فيمكن ده امر بيزود شويه الضغط على لعيبه النادي الاهلي، لكن الوعي الكبير المعروف عن الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي احنا بناخد خطوه خطوه، مباراه بتنتهي ثم بعد كده بتبدا تحضر ليها المباراه القادمه، فعندنا مهمه كبيره جدا في البدايه ان شاء الله. اوكلاند سيتي فريق مميز عنده تاريخ عنده امور عديده جدا، لكن في 90 دقيقه على ارض الملعب كل الامور بتكون مختلفه، التوفيق لو معانا بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله نقدر نتخطى
هذه المباراة، ويا رب زي ما بنقول كل مرة وهنقول في كل الرسائل طبعا اللي بنقدمها لكل جمهور النادي الأهلي، النادي الأهلي بقيمته الكبيرة وبشخصيته الكبيرة وبروح الفانلة الحمراء يقدر يوصل لأبعد نقطة ومش بعيد بمشيئة الله نكون في المباراة النهائية. مستنيين من فريقنا أكيد بطبيعة الحال. كريم برضو عايزين نتكلم معاك عن رؤيتك أنت لحجم الجاهزية للفريق وكمان الحالة المعنوية، اللعيبة عاملين ايه، بيكلموا مع بعض في ايه؟ هل صدفت كده ان انت سمعت مثلا حوارات جانبيه بين اللعيبه بيكلموا فيها عن رؤيتهم للي جاي؟ نقطتين مهمين جدا، الجاهزيه والروح المعنويه، يمكن هي دي اللي بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي. ولعيبه النادي الاهلي من مصر الحقيقه، من المطار، من ركوبنا في الطياره، تلاقي لعيب فاتح التاب بيتفرج على بعض المباريات الاخيره لاوكلاند سيتي، بيشوف اخطائه بشكل عام في المباريات الماضيه، دي ما بتلاقيهاش غير في النادي الاهلي. يعني ما فيش وقت، انت في الاربع خمس ساعات في الطياره بتتابع، بتشوف، بتلاقي ناس بتتكلم، لعيبه بتتكلم مع بعض، اللعبه دي كنا نقدر نعمل فيها كده، الهجمه دي كنا نقدر ننهيها من الجنب ده او من الناحيه دي. فيمكن الامور دي بادئه معانا الحقيقه من القاهره. مجرد الوصول هنا الى المغرب يعني الاجواء صعبه شويه، فخلاص انت من المطعم الى الغرف الى التدريب كله مركز بشكل كبير، تجمعات ثنائيه جماعيه. كباتن فريق النادي الاهلي الحقيقه ايمن بدور كبير جدا، ايمن اشرف، ربيعه، الشناوي، معلول، محمد هاني، كل لعيبه طبعا، يعني عمرو السوليه، كل اللعيبه بتحاول ان هي في كل الحديث مع لعيبه النادي الاهلي سواء لعيب صغير او لعيب كبير يحفز ويؤازر. ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظرانا، جمهور متعطش بشكل كبير جدا ان هو يشاهد فريق النادي الاهلي، فيمكن ده اللي مطمننا بشكل كبير جدا جدا ومدينا ثقه بمشيئه الله ان شاء الله. لعبتنا هتنزل هذه المباراه عندها هدف وحيد، ان احنا نكمل لهذه البطوله لابعد نقطه باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على لعبتنا. حماس كبير جدا، كولر يمكن حذر لعيبه النادي الاهلي ببعض التدخلات، الجديه موجوده، فيا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي بادائه المميز جدا في التدريبات حتى موعد المباراه، وبمشيئه الله ان شاء الله لكل حدث حديث، ويا رب ان شاء الله تكون هذه المباراه الاولى من نصيب النادي الاهلي. رائع جدا، واحنا كالعاده برضو تغطيتنا مستمره معاك يا احمد، معاك يا كريم، عفوا كابتن احمد، معاك يا كريم، وكريم احمد طبعا زميلنا المتميز جدا من المغرب، تغطيتنا هتكون مستمره معاك ومع حضراتكم طبعا لحظه بلحظه في قناه النادي الاهلي. الواحد برضو حلو ان هو يطمن وان هو يسمع اخبار زي كده، ما سمعناش اي اصابات الحمد لله، لا في تدريبات ولا في غيره، ولا في مشاكل، ولا في كورونا، ولا في يمكن موضوع الطقس بس هو المقلق شويه، بس يعني اعتقد هيعدي باذن الله. لا موضوع الطقس واخدين عليه اللعيبه، احنا نسينا ما كنا نلعب في اليابان، مش معقوله المغرب زي اليابان. اليابان اكيد درجه حراره اقل بكتير طبعا. لكن احنا ايه يعني بنقول ان درجه حرارته بقى اقل شويه، فده لا، الحاجات دي ما بتاثرش على لعيب الكوره كويس، لان هتلاقي مثلا فرق درجتين ثلاثه بالنسبه للقاهره يعني اقل يعني. ولكن لو طلعنا شويه بره الفريق وقفنا عند كابتن محمود الخطيب وهذه الظاهره المتكرره في كل مره بيرأس فيها بعثه الفريق الاول لكره القدم ايا كانت الدوله، وطبعا بصفه خاصه لما تكون دوله عربيه، مجرد وجود كابتن محمود الخطيب في التدريبات لازم تلاقي تهليل من الجماهير ورغبه عارمه في التصوير معاه. بنتكلم على فعلا شخص استثنائي يعني، دماثة الخلق مشكله أسطورة ماشية على رجلين، ناهيك بقى عن جزء الحرفنة وطبعا كابتن بيبو، يعني برضو بتشوف ازاي استقبال الجماهير العربية لكابتن محمود الخطيب في أي مكان بيتواجد. المشكلة أنت سألتني أنا وأنا متحيز للكابتن الخطيب بطريقة يعني، كابتن الخطيب ده بالنسبة لي حاجة فوق الوصف من وأنا صغير. كابتن الخطيب بالنسبة لنا كان حاجة، في أوقات مثلا كان عندنا 17 سنة بنتمرن وكابتن الخطيب كان خارج من إصابة معينة، كان يعني يعني في سن كبير وبيلعب بس ايه لسه كان موجود يعني، وخارج من الاصابه ونزل يتمرن معانا. فدخل كابتن الخطيب واتمرن مع مجموعه من الناشئين، وفي مباراه ثانيه وديه كانت بين النادي الاهلي والزمالك، المباراه اللي لعب فيها كابتن الخطيب وكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق جعفر، دي الاهلي والزمالك كانت في حب مصر برضه كان لعب معانا. ففي اوقات كتيره جدا وانا كنت بلعب في النادي الاهلي وكان هو مدير للكوره، اوقات كتيره جدا عشرت فيها كابتن الخطيب، بالنسبه لي قيمه وقامه ما شفتش حد زيها. وشعور ان كابتن الخطيب وانت بتلعب وهو قاعد بيتفرج عليك ده احساس تاني خالص. اسطوره، اسطوره مصر، اسطوره النادي الاهلي، وانت بتلعب وكابتن الخطيب بيتفرج عليك، هي محفزه ومرعبه في نفس الوقت. اكيد طبعا، بس يعني شعور قوي جدا ان رئيس النادي الاهلي كابتن الخطيب، حاجه بتدينا كل الفخر، كل الفخر لما كابتن الخطيب بيتكلم، امتى بيتكلم وامتى بيسكت، امتى يرد، حاجات كتيره جدا. مهما اتكلمت عن كابتن الخطيب الناس هتقول لا ده متحيز لكابتن الخطيب عشان انا في قناه الاهلي، لا بصراحه كابتن الخطيب حاجه فخر لينا كلنا، وحاجه كل ما نقعد نتكلم نقول احنا كابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي، دي بالنسبه لنا بعد ما نقولها نسكت ما نقولش حاجه تانية، دي كفايه. وده شفناه الاستقبال اللي بيحصل في المغرب او الاستقبال اللي بيقابله كابتن الخطيب في اي دوله بيروحها، اذا كان بيروح قطر في كاس العالم، في اي مكان في نهائي افريقيا، ازاي الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي بيقابله ازاي. مهما اتكلمت مهما قلت
كابتن خطيب في حته تانية خالص. هو الجميل كمان ونقطة أنا بحبها في كابتن خطيب مع كل اللي حضراتكم قلتوه يعني، بس قصة إن أنا بعرف إزاي أجيب حقي بالطريقة اللي تليق بالكيان اللي أنا تابعني. انت تكلم وانت اسكت. يعني أسهل حاجة الواحد يجيب حقه بنفس الأسلوب. أسهل حاجة، حد غلط فيها هغلط فيك. واحنا قاعدين موجودة والمؤتمرات صعبة، احنا قاعدين وفي ثانيتها. لكن فكرة ان انا ما بضيعش حق النادي الاهلي، ما بضيعش حق اللعيبة، ما بقللش من لعيبتي، برفع منهم، بسندهم، حاجات تانية كتيرة جدا. دي اكتر حاجة انا بجد بحبها في كابتن محمود وبحترمها. فبنتعلم كمان فكرة ان انت يعني زي ما تقالي اخد الحق صنعة، اخد الحق صنع، مش اي حد يفهم ده. أكيد. خلينا بقى نرجع لأوكلاند سيتي، وانا هتكلم شويه عن أوكلاند سيتي وبعدين هنتكلم عن تفاصيل اكتر عن النادي الاهلي. أوكلاند سيتي فريق لعبناه قبل كده وكسبناه، لكن طبعا احنا لعبناه زمان، ده 2006، ده مش موجود دلوقتي، ولا احنا حتى كاهلي موجودين، احنا توتالي مختلفين، سكواد تاني، كل حاجه مختلفه. أوكلاند سيتي حاليا بيعتمد على اللعب الايه، الهجومي، الدفاعي، الكي بلاير بتاعهم مين؟ هل الحارس بتاعهم متالق فعلا مقارنه لو انا هتكلم عن شناوي؟ وهو خلينا نعرف منك اللعيبه اكتر والفريق اكتر. بصي، هو اللي لفت نظري في ان فريق أوكلاند سيتي اول ما عرفت انها تلعب النادي الاهلي مجمعين كل حاجه عن النادي الاهلي. مين اللي مميز في النادي الاهلي؟ مين اللي بيلعب في النادي الاهلي؟ مين حارس مرمى النادي الاهلي؟ مين المدير الفني للنادي الاهلي؟ الناس مركزين قوي قوي في البطوله. احنا برضو احنا كان عندنا تركيز قوي جدا جدا في الدوري العام الفتره اللي فاتت. هم ما كانش بيلعبوا دوري. اخر مباراه لعبوها كانت متهيألي في شهر ديسمبر، فدي فتره ايجابيه لينا احنا، مش ايجابيه ليهم هم. ايجابيه لينا احنا ان احنا رجلنا في الملعب، نلعب مباريات. لعبنا حوالي كم 13 مباراه في الدوري العام او اكتر، 14. هم ما لعبوش ولا مباراه، فانت واصل ل 60 او 70% من لياقتك البدنيه والذهنيه والمهاريه. صحيح. هم جايين فتره، يعتبر فتره عداء، ودي اول مباراه ليهم في الموسم، دي حاجه بالنسبه لنا ايجابيه. بس ممكن يكونوا بيعملوا معسكرات وغيره. اكيد بس لا، بس المباراه الرسميه، المباراه الرسميه مختلفه تماما، جدا مختلفه تماما يعني. طبعا لما تيجي بتلعب المباراه كل العالم بيتفرج عليك، لعيبه النادي الاهلي او اللعيب المصري بيظهر في الحاجات اللي زي دي، عارف ان العالم كله بيتفرج عليه. التركيز بيبقى اعلى من مباراه معينه في الدوري العام. مثلا احترامي طبعا في النادي الاهلي بيلعب اي فرقه في الدوري، فرقه بتبقى اقل مثلا غير نادي الزمالك، غير مثلا بيراميدز، غير الفرق الكبيره، التركيز بيبقى اقل شويه. لكن لعيبه النادي الاهلي بيطلع البطوله دي المعسكرات اللي هي مجمعه، بحس ان التركيز واصل عند لعيبه النادي الاهلي 100%. فدي حاجة مهمة جدا، التركيز، الإصرار على إنك تعمل نتيجة. بطولة بالنسبة لك محببة، بتفكر إن أنت بتوصل فيها لأكبر مدى، والمباراة الأولانية دي هي اللي بتوصلك للتتويج أو اللي توصلك للمركز الثالث أو توصلك للمباراة النهائية. فلازم تكسب المباراة الأولانية، فده بالنسبة لنا المباراة الأولانية دي مهمة جدا. برضو بالنسبة لهم هم مباراة مهمة جدا. طبعا هم برضو عايزين يكسبوا. هي مباراة بطولة يعني. عارفين النادي الأهلي بيلعب إزاي. فهتلاقي المباراة بدايتها فيها حذر كبير جدا. كله مش عايز يفتح خطوطه بدري، كله مش عارف برضو اداء الفرقه اللي قدامي دي. مهما انا شفت فيديوهات ليها، مهما شفت ادائهم، لكن المباراه في الملعب في نفس اليوم بتبقى مختلفه. لازم تبتدي بجس نبض متبادل. اكيد هو ده، والجس نبض هيطول شويه. التوفيق هنا ليه عامل مهم جدا. انت ممكن وانت في جس النبض كوره موفق فيها تجيب جول، الموضوع مباراه تختلف تماما، هتلاقي المباراه فتحت والمباراه ليها شكل تاني خالص. بس احنا رايحين وفي حاله نشوه عند حتى الجماهير بعيدا عن أكيد كلنا، فكرة ان احنا متصدرين الدوري المحلي حتى هذه اللحظة، فكرة ان احنا شفنا عودة قوية للروح المعتادة من لعيبة النادي الاهلي اللي هي روح الفانيلا الحمراء. شفنا ماتشات حلوة بيشاركوا فيها لعيبتنا. هل اللي حصل ده الفترة اللي فاتت وصدارة الدوري والاداء الراقي في اخر 3-4 ماتشات، هل ده مؤشر قوي نقدر نعول عليه في تقييمنا او في توقعاتنا لمشوار النادي الاهلي في كاس العالم للاندية؟ ولا من منطلق اللي كل مقام مقال، انت هنا هتلاعب فرق ذات مستوى مختلف تماما ومدارس كرويه عالميه مختلفه، فالوضع مختلف لدرجه ان اللي فات ده مش مؤشر كافي؟ لا اكيد طبعا، ثقتنا في بعد المباراه الاخيره دي، ثقتنا في لعيبه النادي الاهلي كبيره جدا، طموحنا زاد كتير جدا بعد المباراه الاخيره. لكن انت لما بتكسب، انا بقول مباراه الكره دي زي الملاكم، لو دخلت المباراه انا كسبان وفتح وشي وصدري هتروح واخد القضيه خلص. لكن لما تكون عندك حذر، الحذر مهم جدا، مع زي ما انت قلت مع مستويات مختلفه، مع طموحات مختلفه، مع بطوله مختلفه وشكل مختلف،
مع انديه كبيره جدا. اتمنى ان احنا نوصل. نفسي مباراه من النادي الاهلي وريال مدريد. نادي كبير قاريا وده لو حصل بعدين احنا وصلنا للنهائيه. اتمنى يا رب. اتمنى وطموحي انا ونفسي هي بتبقى تتويج للاعيبه النادي الاهلي ان يوم من الايام يلعبوا في تاريخهم الاهلي وريال مدريد في مباراه على مثلا نهائي كاس العالم للانديه. اتمنى ان شاء الله. بس زي ما بقول لك الحذر مهم جدا. لازم داخلين المباراه وعارفين ده طبعا شغل الجهاز الفني, عارف هيلعب ازاي وعارف الشكل اللي هيلعب بيه وطريقه اللعب اللي هتلعب بيها واللعيبه اللي هم مطلوبين لهذه المباراه. ده ما يقللش من اللعيبه اللي بتبقى بره. قلنا قبل كده النادي الاهلي طبعاً. عجبني قرار مجلس الاداره او قرار اداره النادي الاهلي ان الفرقه كلها بتروح, راحت البطوله. انت عندك اي 23 لعيب لكن انت صفرت 27 لعيب, يعني في اربع لعيبه هيبقوا خارج القايمه. دي ده برضو قرار مهم جدا. اللعيبه كلها هيبقوا قريبين من بعض, اللعيبه كلها تتمرن عشان كمان البطوله. بعد ما ترجع البطوله انت ما تعرفش لما ترجع القرار, لازم اللعيبه تكون كلها مع بعض. فدي قرار مهم جدا. حتى اللعيبه اللي هتبقى بره دي اكيد مش هيزعلوا, ده بطوله حلوه والناس كلها هتتفرج والناس كلها هتبقى سند لكل الفرقه. ان شاء الله باذن الله تبقى بطوله كلنا نبقى سعداء بيها والنتائج تكون ايجابيه لصالحنا ان شاء الله. احنا لسه كلامنا ما خلصش على فكره, هنروح بس فاصل وهنرجع نكمل مع كابتن احمد. خليكم معانا. اهلا بيكم مره ثانيه, رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق اللي منورنا في حلقتنا النهارده, واللي بنفتح بقى معاه ملف مشاركه النادي الاهلي للمره الثالثه على التوالي في كاس العالم للانديه. وعندنا لسه برضه في اكيد تفاصيل كتير عايزين نتكلم مع حضرتك فيها, من ضمنها بطبيعه الحال رؤيتك لمشاركه الصفقات الجديده في هذا المعترك الضخم اللي هيبتدي في خلال ساعات. فكرك ان هيبقى فيه فرصه كبيره لمشاركتهم ولا دي هتكون فيها شيء من المخاطره من منطلق ان انت ما عندكش مساحه تجربه تجانس او النوع ده من الامور؟ ممكن تكون عملتها محليا لكن هل الوضع يختلف في كاس العالم؟ لا خلاص, خلاص اللعيبه اتحطت, خلاص خدت المشاركه. وانا شايف ان المشاركه ما فيش اقوى من مباراه النادي الزمالك. يعني خالد فتاح دخل مباراه الزمالك اللي هي المباراه اللي المفروض انا كمدير فني لما بجيب صفقه جديده ببدا ادخلها شويه ممكن ادي ربع ساعه نص ساعه لغايه ما اخد مباراه. لكن الظروف اللي اتحطت فيها دفاع النادي الاهلي خلت قرار مهم جدا من مستر كولر ان هو يشرك خالد فتاح. وبصراحه ظهر بمستوى كبير جدا. واللي عجبني كمان انه لعب سرد باك والمباراه اللي بعد كده لعب باك يمين, بدا باك يمين وبعدين بدا باك شمال. فدي حاجه دلوقتي بقى عندك راجل جوكر لخط دفاع النادي الاهلي, اذا كان باك يمين اذا كان باك شمال اذا كان بسك. اتكلم على مروان عطيه, اشتراكه في مباراه الزمالك جزء, والمباراه اللي برده اللي فات بدا بنك الاهلي كاساسي في نص الملعب برده خلاص دخل في وسط النادي الاهلي ومن اللعيبه المميزه جدا المهاريه. اتكلم على الضو, لعيب تونسي صغير مواليد 2003. وجود الضوء لسه وقت شويه عبال ما يشترك لانه اولا صغير, ثانيا خط هجوم النادي الاهلي كامل العدد. فشايف ان هو مشاركته ممكن ينزل كبديل, بس برضه لاعب جيد جدا مستقبل للنادي الفتره الجايه. فما عندكش مشكله في اللعيبه الجداد. القندوسي طبعا النادي الاهلي خد قرار ان هو يكمل. انا كنت لسه اسالك على ده, رايك ايه اصلا في الخطوه وسماح النادي الاهلي القندوسي ان هو يشارك مع بلاده؟ يعني بتشوفها دي برضو طبعا اكيد حاجه محترمه لنادي فاقس طيف والشعب الجزائري, بس هل ده لمصلحه النادي الاهلي ام لا؟ بص هو النادي الاهلي اصل مستر كولر برضو لسه راجل ما نزلش معاه التمرين, فهيدخله في وسط التوليفه والتكتيك في وسط الفرقه, صعب جدا ان هو يجي ويشترك. فهو الفتره دي بالنسبه له اشتراكه وانه يلعب ورجليه في الملعب بتفيد النادي الاهلي غير لما يجي معاك البطوله دي وما يلعبش. اوكي, فهو رجليه في الملعب بياخد ماتشات فدي بتزوده وبتزود لياقته البدنيه لما بيجي يرجع مع بيلعب برضه في منتخب الجزائر هناك المحليين. حاجه بتزوده فبيجي معاك كامل لياقته البدنيه, هيفيدنا ان شاء الله في الدوري العام وفي بطوله افريقيا ان شاء الله دوري المجموعات. فانا شايف ان الصفقات بالنسبه لنا كلها اشتغلت في 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 الجزء اللي هو محدده المدير الفني. اللعيبه اللي هي محتاجه اشتغلت واللعيبه اللي مش محتاجه هيحتاجها الفترات اللي جايه, وده الطبيعي يعني. باين من كلام حضرتك حتى بتون صوتك ان في قدر كبير من الطمانينه والرضا. هل ده معناه ان مفيش حاجه قلقاك؟ لا جالي انا اول حاجه الرضا. كلنا كجماهير النادي الاهلي عندنا رضا بالفتره اللي فاتت. اولا رضا باداء الفرقه. وقت من الاوقات مشكله النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بيجي لها قلق بعد تعادل في مباراه, لكن انت الفرقه الوحيده في الدوري الممتاز ما خسرتش لحد دلوقتي.
لكن لما تيجي تتعادل الجماهير بتقلق وبتقعد تفتكر سيناريوهات السنه اللي فاتت. القلق ده يا جماعه احنا بنلعب في دوري مش مفيش حد بيكسب على طول، صح؟ مفيش فرقه في الدنيا بتكسب على طول، تكسب تعادل الحمد لله، الخساره ما جاتلناش. فالحمد لله عندي رضا اولا بالنتائج، عندي رضا بالصفقات اللي عملها مجلس اداره النادي الاهلي، انك انت جبت لعيبه اولا مش بتجيب لعيبه وخلاص، انت عندك مشكله مثلا في نص الملعب، لانك عندك اي فرقه في الدنيا بيبقى مفروض عندها اربع ديفندرات. احنا عندنا كان عندنا ثلاثه بس، ديانج والسوليه وحمدي فتحي، كنا مفروض نجيب رابع، لان المركز ده بالذات فيه انذارات كتير، فيه اصابات كتير وده حصل، وفيها اجهاد كتير وحصل ان حمدي فتحي اتصاب، عمرو السوليه اتصاب، فلازم يكون عندك واحد رابع، لان لازم يكون في اثنين في الملعب واثنين موجود، واحد احتياطي او اثنين موجودين احتياطي، ده مهم جدا. اشتغلنا على النقطه دي، جبنا خالد لان مشكله بعد اصابه اكرم توفيق عندنا بقى مشكله محمد هاني بس باك يمين، فلازم نجيب باك يمين تاني، لان برضو لازم باك يمين تاني، لان اي حد اي مكان في فرقه لازم يكون في اثنين. فالحمد طبعا. لله خالد جه ان هو يبقى موجود مع محمد هاني والافضل يلعب، فالمشكله اللي حصلت في مشكله في دفاع النادي الاهلي محمد هاني لعب وخالد لعب في المساك. بنتكلم على الاجنحه، عندنا في النادي الاهلي في مشكله شويه في الاجنحه، بس الحمد لله رجوع طاهر محمد طاهر اخر مباراه حاجه كويسه جدا، وعنده مستوى جميل. يعني كل اللعيبه اللي رجعت الحمد لله رجعت مستوى رائع جدا، في جاهزيه، في استعداد، في رغبه في ان انت تحقق حاجه كمان وترجع للمستوى بتاعك اللي النادي الاهلي عارفه عنك، فأكيد كل دي حاجه حلوه. وعجبني جدا حسين الشحات، الفتره اللي فاتت ما شاء الله اداؤه فيه تطور كبير جدا. التنافس في اي مركز لما يبقى فيه منافسه، لما لعبت كريم فؤاد في الحته دي في منافسه، في غيره، حسين الشحات في غيره، ده مكانه، دي حاجه كويسه، ده حاجه ايجابيه. ان اي انا مكان قلت النقطه دي كابتن احمد عارف اتقال لي مره كان مع ضيف، لان انا رايي زي حضرتك، قلت النقطه دي لو انت فاكر عارفين. بس مش هقول مع مين، كان احد النقاد الرياضيين اللي نورونا يعني، فقلت له ايام موسيماني ما كانش عندنا بدائل، كان السكواد ثابت، فكان شويه اللعيبه كده كده ما انا اللي موجود، صح؟ لكن لما يبقى عندي انا دايما، انا دلوقتي فينا هواند، واحتمال هواند لو اتلكعت في الشغل حد تاني يجي ياخد مكان هواند، هتعمل ايه؟ هواند هتفضل كذا جدا في الشغل، وده طبيعه بشريه، فده طبيعي بينطبق على اي لاعب، ملوش علاقه بقى بلاعب النادي الاهلي ولا لاعب باريس سان جيرمان. هو ده انا اشعر ان انا لو ما كنتش بادي المطلوب مني هيتم استبدالي في الملعب، فده امر طبيعي، خليني اقدم افضل ما لدي. هو كان رايه انه لا او مش عارف ايه، بس لا طبعا انا راجل بشتغل في التدريب، انا راجل بشتغل في التدريب، لازم اخلق منافسه قويه في كل مركز عشان اطلع كل حاجة إيجابية من كل لاعب. صحيح. عندي لعبت كريم فؤاد، حسين الشحات جاله غيرة، لعبت طاهر محمد طاهر، لعبت أحمد عبد القادر، هتلاقي غيرة، هتلاقي المهاجم دلوقتي كهربا ما لعب شادي ومحمد شريف، شفت محمد شريف نزل والروح الحلوة إن كهربا بيقول تنزل تجيب جون، غيرة، الحاجات دي كلها إيجابية. بتكلم في نص الملعب إذا كان السولية، ديانج، حمدي فتحي، مروان، خط الظهر دلوقتي، لما تيجي أنت تفكر انا كمدير فني او اداره او جماهير النادي الاهلي، لما تيجي تفكر النادي الاهلي هيلعب اوكلاند المباراه الجايه، طب هو هيلعب مين بعد ما خالد ظهر بشكل كده ورامي؟ طب هو هيرجع تاني يلعب محمد عبد المنعم ولا متولي؟ فهتقعد تفكر هو انت مين اللي هيلعب؟ كله ما شاء الله، يعني اي حد يتحط مفيش مشكله خالص، صح؟ امال جمله الاهلي بمن حضر اتقالت من فراغ؟ بالظبط، هي دي فعلا، ودي اللي زي ما سالتني السؤال في الاول، عندي رضا، رضا بأداء النادي الأهلي، رضا بسكواد النادي الأهلي. طب لو وقفنا شوية عند تركيبة وشخصية المدير الفني بشكل عام في المطلق، أنا مش بتكلم على شخص بعينه أو على طبعًا. يعني مدرب بعينه، أنهي اللي بيعمل شغل أقوى مع اللعيبة؟ هل المدرب الحماسي اللي عنده نيرف دايماً حاضر وعنده حمية وعنده قدرة استثنائية على تحفيز اللعيبة يخليهم ينزلوا ياكلوا النجيلة بالمعنى الحرفي، ولا المدير الفني اللي هو النمس، اللي هو السوسة، اللي هو قليل الكلام والتعبيرات لكن خططه مطهور في المية يعني، وبيراقب وبيشوف، يعني اللعيبة بتحتاج مثلا نمط معين ولا يفضل وجود ميكس من الاثنين؟ بص انا بقول للولاد الصغيرين تملي لما بكلمهم، لازم تتعامل مع جميع الافكار او جميع الشخصيات، بمعنى النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي عندهم من الخبرات مع التعامل مع مدربين كتير، تعامل مع المدرب العصبي، تعامل مع المدرب الهادي، وبقدر اتكيف مع المدير الفني ده وشخصيته، مفيش حد غير التاني. في مدير فني عصبي، في مدير فني بيشتغل تكتيك كتير، في مدير فني بيتكلم كتير ومحاضرات كتير،
انا كلاعب بتكيف مع شخصيه المدير الفني، مش المدير الفني بشخصيه، مع شخصيه اللاعب. فلعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات اللي هي بتتكيف مع المدير الفني ده وشخصيته وبقدر اتعامل معاه. هو ده نقطه الخلاف، ان انا عايز واحد عصبي. الاحترافيه برضه بالظبط هي كده، لكن اي مدير فني كل واحد مختلف، كل واحد مختلف وكل واحد بيشتغل بشكل وكل واحد بيشتغل بطريقه معينه، لكن لعيبه النادي الاهلي هي اللي عندها الرؤيه وعندها الخبرات، اللي انا باخد كل حاجه مميزه في الشخص ده واخليها في صالح التيم او صالح الفرقه. فده المهم جدا، النادي الاهلي اتعامل، لعيبه النادي الاهلي اتعاملت مع جميع الشخصيات انا شايف الفترات اللي فاتت. انا مفروض كنادي اهلي كمارسل كولر انزل المباراه دي العب ازاي من الدقائق الاولى بخبره حضرتك كابتن احمد؟ زي ما قلنا اولا ده الطبيعي، يعني ان هو مهما كان فكره اوكلاند سيتي فرقه، بس انا ما اعرفش مين اللعيبه المميزين قوي عندهم وشكل الفرقه ايه في الملعب غير لما اشوفهم فيديوهات مثلا. لكن شفت الفيديوهات هو وخلاص، هو عنده خطوط عريضه للتيم، لكن احنا ما نعرفش افكار المدير الفني بتاعهم هيلعب ايه، ممكن يغير شكل معين، ممكن يفكر في فكره معينه. ما هو ده هيبقى اكيد، يعني هو اكيد كولر نازل ومش عارف الخصم هيلعب ازاي. عشان كده قلنا الفتره الاوليه الحظر ممكن يطول شويه في يعني خطه دفاعيه في البدايه، مش دفاعيه، حظر، لكن هتشوف الفرقه اللي قدامك شكلها ايه. انا بقولت الحظر ده، اتمنى في خلال الحظر ده التوفيق ان احنا نبقى شكلنا افضل، اللعيبه يجي لها ثقه شويه شويه شويه، كهجمات مرتده ولا كخطه هجوميه. هم كمان لعبوا نفس الشكل على فكره، انا اعتقد كده. بص، المباراه اللي زي دي زي مباراه كاس العالم، اللي هي المباراه اللي هي الخروج المغلوب، فكل واحد فيهم هيبقى قلقان شويه، زي على فكره مباراه النادي الاهلي والزمالك الشوط الاولاني كان ميت. الفرقتين مفيش حد عايز يكسب، الفرقتين محدش عايز يخسر الاول. ده وصف في عبقري للشوط الاول حقيقه. محدش ده كانت قاعده ايه يا اخوانا، ما انا بقول لك محدش بيفكر في المكسب، بس كله بيفكر ايه، مش عايز اخسر. صح. لكن لما فكيت شويه أدائك كوره حلوه بقى، كوره وادائك اتغير. بالمناسبه اوكلاند سيتي يعني ما تهيأليش ان هو فريق نجم قوي، يعني ما يتسمعش اسمه كتير، يعني لولا ان احنا كنادي اهلي بنشارك دايما في كاس العالم الانديه. بالظبط كده، بالظبط، ما كانش عدى علينا الاسم ده. ومع هذا واحد من اكتر الفرق مشاركه في كاس العالم الانديه، فريق مريب كده. ايه مش مفهوم له حاجه. لا، القاره اللي بيلعب فيها، انت عارف ان دي بطل القارات، يعني أيوة هو بطل القاره، لكن مثلا ما بنشوفوش، ما بيلعبش في فرق في اوروبا مثلا، اللي بيلعب بطوله اوروبا عشان كده تسمع عنه. فهو ليه قارة معينه بياخد فيها وبطوله بتتلعب وبياخد البطل هو مع فرقتين ثلاثه. مع فرقتين ثلاثه ومش احنا مش حاسين بيهم، ما هم ممكن برضه هم مش حاسين بينا ممكن، يعني النادي الاهلي مسمى عالميا اكتر منهم مليون مره. انت نادي من اكتر الفرق اللي واخده بطولات قاريه، يعني النادي الاهلي وريال مدريد والنادي الاهلي، فانت لا انت في حته ثانيه خالص. فلا احنا عرفنا اوكلاند في المباراه اللي تقابلنا بيهم في بطوله كاس العالم للانديه على طول. فاتمنى ان شاء الله نكون احنا لينا التفوق في المباراه بخبراتنا، باسم النادي الاهلي الكبير، بطموح لعيبه النادي الاهلي، بلعيبه النادي الاهلي عايزه تعرف ان البطوله دي بتسعد جماهير النادي الاهلي. طبعا دي مهمه جدا. انا زي ما قلنا اللعيبه دي ليها اسر، وجماهير النادي الاهلي بالنسبه لهم الاسره بتاعتهم، فكل واحد بيبقى موجود عشان يسعد اسرته، يساعدها بمكسب، يساعدها ببطوله اكيد، واداء كمان. الروح الحلوه اللي بين النادي الاهلي والجمهور ده، بيزعل منك شويه، بيتضايق منك شويه، انت بتعرف ترضيه لما بتكسب مباراه. ده دي الحياه اللي بين لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على موسم طويله جدا عشناها الفترات اللي فاتت. عدينا من اوكلاند سيتي، ماشي، مالك زعلان يا قاعد بين عدينا من اوكلاند سيتي. حلو، انا بقى مفروض اكون وضعي ازاي للي بعده؟ يعني هل كل ما يعني كل ما بكسب الثقه بتزيد، بفوزي الثقه بتزيد، لكن الخطوره والصعوبه والضغط بيزيد، والطموح بيزيد بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. فالقصه كل ما بعدي بتصعب، مش بتسهل، بتصعب. فخلينا برضو نفهم منك كابتن احمد الدنيا ازاي ان شاء الله بعد المرحله الاولى لو عديناها باجتياز باذن الله. ما انا بقول لك المشكله ان الـ انت داخله المباراه الاولانيه ان شاء الله مكسب، لو حاجه غير المكسب الناس تزعل، بس تزعل شويه قوي، شويه صغيرين. تكسب الطموح بيزيد. طبعا الـ 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 كل الناس خلاص، خلاص النادي الاهلي رايح للمربع الذهبي. أيوة. يعني ان شاء الله ده هو ده الطبيعي، لو حصل اي حاجه الزعل هيبقى اكتر. ده كله
بيبقى شغل جامد جدا على لعيبه النادي الاهلي، ضغط جامد جدا على النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي على طول لعيبه النادي الاهلي لا بس يتضغطوا بصراحه، يتضغطوا يعني ما عادي، ما هو لو مش هتتضغط دلوقتي هتتضغط امتى؟ لا طول عمر لعيبه النادي الاهلي محطوط تحت ضغط، ضغط عادي يعني بس فوز ده الطبيعي، لعيبه النادي الاهلي وخبراتهم على طول محطوط تحت ضغط في كل مباراه، في كل بطوله بخلص من بطوله واكون لسه شايل الكاس ها، وتاني يوم يا جماعه خلاص حضر عندنا تمرين عشان عندنا بطوله ثانيه، فدي ضريبه لعيبه النادي الاهلي بالصفحه. ايه اللي عندك عندك كابتن احمد احنا واحنا بنحتفل بالثلاثيه انا وكريم على الهوا كانوا بيقولوا لنا يلا ما مش هنفرح قوي يعني قولوا الموضوع وهلوا نفسكم والاهلي خشوا بقى على ده احنا كمذيعين فاللي هو حتى انا كمذيع مش قادر انبسط يعني لو اخش على اللي بعده لا صعب احنا محتاجين برضو نفرح يعني ده انا بحب كده الصراحه ده اللي بيوصل الجمهور لكده انت بتاخدي بطوله افريقيا ها وتالت عالم وديك تخسري دوري الجمهور يزعل وحزن غير طبيعي صحيح ما ده خلاص انت لا انت لا اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وصلت ان الجمهور ده ان لازم تفرح على طول يا جماعه برضو الكوره ويا ريتهم بيفرحوا وبيلحقوا حتى يفرحوا يعني مع كل فرحه على طول برضو نرجع ونقول ثقافه تقلب الصفحه. طب بما اننا عدينا اوكلاند سيتي وربنا نفخ في صورتنا الحمد لله وتعالى نتخيل ان احنا كمان وصلنا لابعد نقطه ممكنه باستثناء ريال مدريد مين الماتشات الصعبة في رأيك لو إن شاء الله بإذن الرحمن الأهلي كمل في مشواره وتاني أرجع أقولك باستثناء ريال مدريد والله لا أنا شايف المباراة كلها صعبة إذا كان أوكلاند سيتي زي مباراة ريال مدريد الضغط العصبي واهتمام بالبطولة المباراة كلها صعبة جدا 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 أي فرقة بتلعبها لما تلعب بطل المغرب مثلا ما هو بطل المغرب وجمهور المغرب ودعم المغرب كلها بتلعبهم هناك على ملعبهم طبعا. لو جيت قابلتهم مباراة صعبة جدا برضو يعني ممكن تكون أصعب من ريال مدريد يعني سيبك من قيمه ريال مدريد برضو لكن انا ما اجي لعيبه النادي الاهلي لما اجي لعب ريال مدريد لعيب النادي الاهلي في وقتها هيبطأت الروح طالعه مرتين طبعا شكله بلعب ريال مدريد حاجه تانية خالص لكن لما بلعب فرقه في مستوايا يعني انا برضو عندي ثقه ان انا ممكن اكسبك لكن ريال مدريد المباراه انا شايف ان هي هتبقى اتمنى انها توصل لكده طبعا المباراه هتبقى حلوه جدا فاتمنى ان شاء الله من مباراة لمباراة كل ما نكسب الثقة بتزيد الروح بتزيد لعيبة النادي الأهلي كل ما بنكسب ماتش خلاص بس انت برضو من بداية المباراة بداية البطولة وانت عينك على حاجة معينة لكن اللعيبة دي انا من وجهة نظري برضو زي ما قلت في البداية البطولة دي تتويج لبطولة أفريقيا مكافأة لبطولة أفريقيا مش عايزين نديها الاهتمام طبعا الاهتمام طبعا والناس كلها الاهتمام مثلا زي بطوله افريقيا نفسها فاتمنى ان شاء الله نأدي فيها مباراه كويسه ربنا يوفقنا للتوفيق مهم جدا 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 طبعا. التوفيق مهم جدا جدا ان يوصلنا في حته معينه ان شاء الله باذن الله لعبة النادي الاهلي اهلي قدها وقدود ان شاء الله كابتن احمد اكيد نورتنا وبنشكرك على وجودك معانا انا مبسوط طبعا شوفك قريب ان شاء الله ان شاء الله احنا واخدين كده ان شاء الله مركز كويس باذن الله ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله شوفك على خير باذن الله وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان هو ايه لا انت هتطلع فاصل وهنختم عشان الفقره الطبيه انت ماشي صح على فكره مش عارفه خدوني الزبره خدوني لا انت ماشي صح طب ايه رايكم يا زبره ان في فقره ان شاء الله هنرجع لها وهي فقره طبيه مسجله بس نرجع من الفاصل ده خليكم معانا اتفضلوا